إلى تذكيري بأبرز وأهم العناوين. السوداني يحذر المحافظين من استخدام الصلاحيات المالية والإدارية لصالحهم في التنافس الانتخابي، ويلوح بملاحقات قانونية وإدارية. يتداولون بنظرية رب ضارة نافعة، السياسيون السنة يكثفون اجتماعاتهم لإدارة بديلة في البرلمان والمجتمع تضمن حقوق المكون. إجماع سياسي على الالتزام بقراراتها، الاتحادية ترد دعوى البطري ركساكو وتنصف أراضي مكافحة الإرهاب الغزالية. بعد انتظار 38 عاماً العراق عضواً باليونسكو، ورغم الشلل شاب من بلد يحصل على الماجستير ويصول نحو الدكتوراه. شكراً لحسن المتابعة، في أمان الله.